السلام عليكم. أوفيسر درون مشروع يقدم منظومة جديدة لطريقة التعامل مع الحوادث البسيطة، وهو يركز على نقطتين: الازدحام المروري اللي تسبب الحوادث، مشكلة كتابة التقارير والتحقيق وراحة المخفر. النظام الجديد راح تطلب درون عن طريق الابليكيشن، راح تدخل بياناتك عن طريق عمل اسكان للليسن ودفتر السيارة، وراح توصل لك الدرون في اقل من 7 دقائق. راح يوصلك مسج بنتيجة التقرير وين ما كنت.